السلام عليكم. سقطرى مدينة الأحلام كما كان يطلق عليها الإنجليز، تبدو وحيدة أمام إعصار ماكونو. تفرد ذراعها للإعصار وتلوذ بالشجر والحجر من هذا الإعصار الذي باغتها كما باغتت الجزيرة أعاصير كثيرة عبر التاريخ. تغرق الجزيرة التي تتموضع بين المحيط والخليج وتتقطع بسكانها السبل، وحدهم السقطريون يكابدون هذه المحنة الطبيعية، وهم الذين نجوا بصعوبة من محنة الأطماع الإماراتية التي لا تزال تداعياتها حاضرة. لا تعاطي مسؤول تجاه سقطرى من الجهات الرسمية ولا حلول استراتيجية لسقطرى، خصوصا أن لها وضعها الخاص والحساس في ظل استمرار التهديد الإعصار وعدم الاستفادة من التجارب السابقة تشابا وسنغار وميغ. بحسب وزير الثروة السمكية فهد كفاين، فإن عدد السفن الغارقة والجانحة في أرخبيل سقطرى بسبب عاصفة ماكونو 7 سفن، منها 4 سفن صيد، ارتفع عدد المفقودين إلى 19 حالة. واستمرار إجلاء عشرات الأسر في مدينة حديبو لليوم الثاني على التوالي إلى مراكز الإيواء المخصصة من غرفة العمليات. وبينما لا يزال 70% من الأرخبيل خارج نطاق التواصل، فهل تظل الجزيرة التي تبعد عن البر اليمني نحو 350 كيلومتر مربع وحيدة بلا إسناد؟ أم أن ثمة حضور إغاثي عاجل من شأنه أن يخفف عن السكان ما حل بهم جراء الإعصار؟ مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يتابع تداعيات الإعصار الذي تعيشه جزيرة سقطرى. نذهب بداية لهذا التقرير. مجددا سقطرى وحيدة في مواجهة الإعصار. هذه المرة العاصفة المدارية ميكونو التي اجتاحت الأرخبيل مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة جراء الرياح والأمطار الغزيرة التي خلفت فيضانات في الشوارع وغمرت المنازل. المنازل في سقطرى أضعف من مواجهة هذه السيول التي جرفت ممكنات الحياة وأحالت وجه الجزيرة إلى خراب قد يطول أمر معالجته، فيما تحولت مدارس ومساجد الجزيرة إلى مراكز إيواء لأكثر من 200 أسرة. تؤكد التقديرات الأولية أن عدد المفقودين في الجزيرة ارتفع إلى 17 شخصا، فيما قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين إن الإعصار أدى إلى غرق سفينتين وانجراف 3 سيارات نتيجة تدفق السيول. الحكومة الشرعية أعلنت الجزيرة محافظة منكوبة نتيجة للأضرار الكبيرة الناتجة عن الإعصار الاستوائي. بحسب محافظ سقطرى رمزي محروس، فإن جدار الإعصار ضرب الجهات الشرقية والغربية والجنوبية من الجزيرة وأدى لانقطاع الاتصال بالمناطق المتضررة. واليوم تفاجأنا أن الطريق المؤدي إلى مطار سقطرى وإلى المناطق الموالية له وإلى المناطق الجنوبية والغربية مقطوع بشكل كبير وتعرض لأضرار بالغة وكبيرة جدا. 70% من أجزاء أرخبيل سقطرى تشهد انقطاعا في التواصل مع بعضها جراء تدفق السيول التي أغلقت الطرق وقطعت شبكة الاتصالات. سقطرى سبق وأن ضربها تشابالا ومن بعده ميغ، وقبل ميكونو كانت مهددة بساغار الذي غير مساره في اللحظات الأخيرة عن الجزيرة النادرة. وميكونو إعصار استوائي ضرب جزيرة سقطرى مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها نحو 75 كيلومترا في الساعة، ويتوقع أن يصل تأثيره إلى سواحل حضرموت والمهرة. موجة استياء شعبي جراء تقاعس الجهات الرسمية عن أداء مهامها كما يجب وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتلافي الأضرار البشرية والمادية في الجزيرة. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا بداية محافظ محافظة سقطرى الأستاذ رمزي محروس من سقطرى. مساء الخير أستاذ رمزي. مساء النور ويعطيكم العافية إن شاء الله. أهلا بك وحمد الله على السلامة بداية، ونقول يعني قدر الله وما شاء فعل، ولكن إعلان الأرخبيل منطقة منكوبة بسبب ما تعرضت له عشرات المفقودين أيضا أستاذ محروس، إجلاء مئات الأسر وغرق سفن أيضا، حدثنا عن الوضع الذي تعيشه سقطرى الآن. في البدء نشكر قناتكم الفاضلة على استضافتنا في هذا الحدث، وأخي الكريم ونحن اليوم نعيش حالة من الهلع بعد مرور العاصفة المدارية على
محافظه قبيله سقطرى، والتي مدتها 48 ساعه متواصله ليلا بنهارها. اليوم نحن نقول ان محافظه قبيله سقطرى محافظه منقوبه لما تعرضت لها من اضرار ماديه واضرار بشريه واضرار في جميع من ناحية الحياة. تقطعت سبل الحياة في المحافظة من الطرق والاتصالات، وكذلك تقطعت التواصل مع المناطق الشرقية، المناطق الغربية، المناطق الجنوبية. هنا نحن اليوم نتكلم عن العاصفة المدنية التي ضربت هذه المحافظة، ولكننا نتكلم عن أضرار أولية وأضرار لبعض من أجزاء هذه المحافظة، هي مدينة حليبة ومدينة فرنسية. لكننا لا يمكن أن نعطي إيضاحات واضحة عن الأضرار التي وقعت في المناطق الشرقية عموما، سواء في الساحل الشمالي أو الساحل الجنوبي شرقا، ولا يمكن أن نعطي أي أضرار على المناطق الغربية جنوبا، ولا يمكن أن نعطي أضرار على المناطق الجنوبية الغربية الجنوبية الشرقية. ذلك نتيجة تعرض المحافظة وانقطاع مركز المحافظة عن هذه المناطق، ونتيجة فصلها بأودية كبيرة وتعرض وتعثر الطرق وانقطاعها عن هذه المحافظة، ونتيجة عدم وجود وسيلة وسائل اتصالات في هذه المناطق. نحن نتكلم اليوم عن أضرار فقط في هذه المدينتين الرئيسيتين فقط. نعم، إذن اسمح لي أستاذ محروس أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف، ابقى معنا. سينضم معنا الأخ عبد الله بدهان، أحد أبناء الجزيرة المتضررين من الإعصار من سقطرى. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور أخ عبد الله. يعني هل وضحت لنا يعني ما هي الإشكالية بالضبط الذي تمر بها؟ تمر بها الجزيرة عموما. نعم. الحمد لله في كما أسلفتم وعرفتم في اللحظات الأخيرة أن الإعصار تم الإعلان كما علمتم وعرفتم أن تم الإعلان عن بأن من قبل الحكومة والجهات الرسمية بأن سقطرى منطقة منكوبة، وكما سجلت الأرقام بأن آخر إحصاء إلى هذه اللحظة حوالي 19 مفقود جراء الغرق السبع سفن الصيد، و يعني خمس سفن اصطياد وسفينه شحن. كذلك بالنسبه وللعلم هذا وللعلم هذا الرقم فقط. نعم اخ عبد الله، يعني لنفاق لا يتجاوز 8 كيلو فقط، والا يعني كل هذه الحصيله لنفاق 8 كيلو فقط، وما عداه من الشرق والغرب والجنوب الجزيره لا نعلم شيء عن هذا. نعم قد تحدث المحافظ على هذه النقطه. اود ان اسالك اخ عبد الله عن عائلتك، اطفالك، يعني هل لديك اي اخبار عنهم؟ انا من ابناء المنطقه الجنوبيه للجزيره، الساحل الجنوبي، منطقه نوجد تبعد عن العاصمه حبيب التي انا فيها الان حوالي 85. غادرت من هناك قبل العاصفة بيومين، بمعنى مساء يوم الثلاثاء. نعم. وأهلي هناك لزيارة الأهل في القرية. إلى هذه اللحظة هم وغيرهم من في النصف الجنوبي عن حالهم، لأننا متواجدون الآن في العاصمة حبيبة، عاصمة الجزيرة، في الجزء الشرقي من هذه البحر العربي، والجزء الجنوبي بما يحاكي المحيط الهندي مقطوع تماما عن الجزء الاخر من الجزيره. نعم. ولا نعلم عنهم شيء،
لأن الاتصالات مقطوعة وكذلك الطرق. نعم، إذن يعني هل حاولتم التواصل يعني بجهات معنية، مثلا هليكوبترات تذهب إلى هناك، أي شيء يمكن أن يطمئنكم على أهليكم الذين هناك؟ لا، حاولنا بالأساس، أنا وأهالي مجموعة من شباب أهالي القرية متواجدون لأكثر من الأخ المحافظ والسلطات المعنية وغرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض، ونحن متواجدون هناك معهم وناقشنا الأمر ولم نستطع الذهاب إلى هناك، وحتى لو وجدت الوسائل لا يمكن الذهاب إلى هناك. الأشخاص الذين حاولوا الذهاب إلى بعض القرى المجاورة جرفتهم السيول وهم الآن ضمن إعداد الضحايا، لذلك نحن لا يمكن أن نغامر لمعرفة. نعم، يعني أنت بعد أن نشرت نداء استغاثة أستاذ عبد الله، يعني أنك لا تعرف مصير أولادك، هل أتتك أي تطمينات؟ يعني أحيانا وسائل التواصل الاجتماعي تفيد نوعا ما، ولكن أنت تحدثني عن انقطاع تام للتواصل بهم، يعني ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتم برأيك؟ لا يوجد اصلا اي وسيله للتواصل معهم غير الاتصالات، فالاتصالات انقطعت. الوسيله الاخرى للتواصل معهم هي الذهاب اليهم عبر الطرق، طريق السياره. للاسف لا يمكن الذهاب اليهم، فقط لا يمكن التواصل معهم حتى تهدأ العاصفه تماما ثم تشرع الجهات المعنيه في ترميم الطرق. واعتقد ان الامر يلزم يومين الى ثلاث ايام حتى تكون الطرق جاهزه نعم، اتضحت الفكره. نسال الله ان يطمئنك ويطمئن الجميع على اهاليهم. نعم. شكرا. نعم. لك استاذ عبد الله بدهان، احد ابناء الجزيره المتضرر من الاعصار، كنت معنا من سقطرى. اعود اليك استاذ رمزي. استاذ رمزي، يعني عبد الله هو احد يعني العديد من الاسر الذين يريدون الاطمئنان على اهاليهم، كما تفضلتم انت وهو بشرح بان هناك انقطاع تام بين المناطق الجنوبيه والشرقيه، لا تستطيعون حتى معرفه الاضرار التي حدثت. يعني هل يعقل انه لم تمدوا بأي وسائل إغاثة، يعني حديثا نوعا ما، هليكوبتر، فرق إنقاذ متخصصة بهذا الشأن حتى الآن؟ نعم أختي العزيزة، نحن عملنا برقية عاد الأخوة في التحالف، وأعلننا أن منطقة سقطرى هي منطقة منقوبة من فخامة الرئيس ومن دولة رئيس الوزراء وكذلك من السلطة المحلية، لكن في هناك استجابات، لكن نتيجة قدم خروج العاصفة من الخبير سقطرى إلى هذه الساعة منعت من وصول أي إمدادات إغاثية لهذه المحافظة. والأمر الآخر، وإن وصلت المواد الإغاثية للمحافظة برضو يمنعها وصول إلى المتضررين من أبناء هذه المحافظة في المناطق التي ذكرتها والتي لم نصل إليها إليهم حاليا، وحتى المنطقة التي نحن فيها اليوم هي منطقة مقطوعة عن مطار المحافظة الذي يمكن أن تصل إليه المواد الإغاثية والإشعافية والإيوائية خلال الساعات القادمة، لكننا معذورين عزل تام عن هذا المطار ومعذورين عن المناطق بشكل عام. نعم، الأخ عبد الله هو أحد أبناء المناطق الجنوبية، وهو فرد من عدة أفراد موجودين في العاصمة يريدون أن يتطمنون على أهاليهم سواء في المناطق الشرقية أو المناطق الغربية أو المناطق الجنوبية. هم كلهم دائما وهم متواصلون معنا في غرفة العمليات يريدون يعرفوا ما هو عاصم الاستجابة في مناطقهم، لكن للأسف الشديد حتى نحن السلطة المحلية عاجزين أن نعرف أي أضرار أو أي تقدير أو أي تنبؤ عن هذه المناطق نتيجة وجود انقطاعات تامة. وانقطاعات تامة أقول في وسيلة الاتصالات، لا توجد هناك وسيلة اتصالات تتواصل مع هذه المناطق. نعم. وكذلك الأمر الآخر
انقطاع الطرق، والطرق هي التي تعتبر شريان الوصول لهذه المناطق انقطعت، كذلك الأودية المتدفقة التي منعت في الساعات الأولى من هذه العاصفة من خروج أي شخص أو دخول أي شخص إلى مركز المحافظة. هذه هي أسباب عدة، ونحن خلال الخطة القادمة أننا سنعمل بقدر ما نستطيع بوجود الأقوى المقاولين من صاحب الآليات. نحن في السلطة المحلية لا يوجد لدينا أي إمكانية من آليات أو من معدات ثقيلة حتى نعم اسمح لي عند هذه النقطة أستاذ رمزي، يعني السلطة المحلية لا يوجد لديها أي إمكانيات، وأصلا سقطرة كانت تمر بأوضاع وظروف صعبة، يعني معروف أن سقطرة أيضا تمر يمر عليها إعصارات، ربما قد مر عليها إعصارين من قبل، لما الانتظار حتى يأتي إعصار ثم نبدأ ونتحدث عن مأساة سقطرة وهي محافظة منكوبة ولا يستطيع أحد الوصول إليها؟ يعني تحدثني الآن أن المجال الجوي غير متاح حتى الآن، يعني لا أحد يستطيع أن يمدكم بأي مساعدات فعلية، فلما الانتظار حتى يحدث إعصار ونعلن هذه الحاجة؟ لما لا يتم أخذ التدابير اللازمة من قبل، خاصة أن مسألة الأعاصير بالنسبة للمختصين في هذا الأمر يحددونها قبلها بفترة، يعني لما لا تؤخذ التدابير اللازمة؟ نعم أختي، نحن سقطرة تعرضت لإعصارين سابقين فعلا، ونحن لم نكن مكتوفين من هذه الفترة، لكن أنت تعرفوا جميعا عندما تمر به البلاد وما تمر به اليمن من الظروف القاسية التي تعانيها من الإنقلابيين، نحن عملنا على مطالبة والحكومة وعدت، لكن ظروف الحكومة وإمكانيات الحكومة كذلك تعتبر نفس إمكانيات المحافظة، هي إمكانيات شحيحة، وهي الحكومة يلا أنها غطت مرتبات الموظفين في جميع أنحاء الجمهورية. نحن لا نلوم الحكومة في هذا الظرف الصعب، لكننا وعود كذلك من الحكومة أنها ستعمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة إلى توفير معدات وتوفير آليات، لكننا نحن طالبنا منظمات أخرى وجهات داعمة أخرى بعد خروجنا من الإعصارين، وعدونا أنهم سيصلوا وسيأتون لنا بوحدة شقة متكاملة للمحافظة، لكن للأسف الشديد لم يتبي إلى هذه الساعة، ونحن اليوم نناشد مرة أخرى عبر قناتكم لجميع الجهات الداعمة والمنظمات إلى إيجاد وحدات، مش وحدة واحدة وإنما وحدات شقة في محافظة القبيل سقطرة لمواجهة هذه الأوضاع التي تمر عليها. نحن اليوم ليس فقط غدا إعصارات نعاني، وإنما نعاني حتى في المنخفضات الجوية التي تكون في نفس القطرة، هي تتعرض إلى موسمين من الأمطار، موسم الشتاء وموسم الصيف، تنزل فيها أمطار كثيفة، وهذه الأمطار تعمل على تعترك الطرق الترابية والطرق التي تؤدي إلى المناطق الترابية. هذه المناطق دائما ما نكون في أزمة، وإن لم يكن هناك إعصار نحن اليوم على نسمع ومر العالم كله، لكن في الأيام الأخرى لم يكن هناك أي إعلام أن سقطرة تعرضت لتهتك الطرق، وإنما هذه الطرق هي طرق ترابية وتتعرض دائما في نزول الأمطار إلى تهدم وخراب متواصل، ونحن نعمل على ترميمها ترميم أولي من خلال المقاولين الموجودين في سقطرة، في بعض الأحيان بتعاونهم المباشر وبعض الأحيان بالتعاقد معهم مباشرة عبر السلطة المحلية وعبر الحكومة. نعم.
إذا نسأل الله السلامة لكم أستاذ رمزي، وأن يعني يتم إمدادكم باللازم يعني لإنقاذ المتضررين هناك ولإحصاء أيضا الضرر، وأيضا أن تفي معكم المنظمات لإنشاء ما تحتاجونه. شكرا جزيلا لك أستاذ رمزي محروس محافظ سقطرى، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وأنتقل بحديثي للأستاذ جمال بلفقيه منسق لجنة الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور، اهلا بك معنا استاذ جمال. يعني بالتاكيد تتابع يعني ما يحدث لسقطرى، واود ان اسالك يعني كيف يمكن احصاء الضرر ويعني محاوله التخفيف عن هؤلاء المفقودين والمنكوبين في ظل عدم سماح المجال الجوي للجزيره بدخول اي اغاثه حتى الان. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عندما نتحدث نحن عن الاعصار التي ضرب جزيره سقطرى، طبعا قبل يتم الاعصار كان قبله في تنبيهات وفي عمليه توعيه بالنسبه للمواطنين بترفيعهم من السواحل ووصولهم والتنبؤ بوجود الاعصار القادم لجزيره سقطرى وبعض المناطق الساحليه. فطبعا نحن باللجنه العليا للاغاثه اعلنا أعلن حالة طوارئ، وأن أعلنا بأن جزيرة سقطرى هي جزيرة منكوبة، وطلبنا من المنظمات الدولية، وكان اجتماعنا اليوم مع منظمة الأمم المتحدة الأوتشا وبعض المنظمات المحلية والإقليمية لعملية إيصال المساعدات السريعة المساعدات للمناطق المتضررة من ضمنها في جزيرة سقطرى. ووجود في جزيرة سقطرى طبعا هو الآن بالنسبة لمنطقة حديبو التي المعلومات اللي وصلتنا في الفترة الماضية القليلة يعني في خلال الساعات الماضية حوالي 19 مفقود وأربع سفن موجودة، والمناطق الجنوبية الشرقية اتصالاتها مقطوعة. فطبعا عندما تهدي الرياح اللي تأتي إلى تهدى شوي يعني هذه، فتبقى تستنطلق سرب من الطائرات من مدينه عدن ومدينه ابوظبي حسب تم يعني وعدنا اليوم عن طريق منظمه الاوتشا الامم المتحده، وسيكون تتدخل في الادويه والايواء وكذلك في عمليه التغذيه والصحه في عده اماكن مجالات. طبعا نحن شكلنا عده غرفه عمليات من ضمنها في سقطرى يعني عن طريق محافظه سقطرى وفي محافظه حضرموت، وكذلك مكتب التنسيق الخليلي معاكف ومجتمع من اجل اغاثه جزيره سقطرى بكل بالمواد الغذائيه. ومن خلالكم نشكر مركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي الذي الان هو يقوم بدور كبير في عمليه علاج بعض المتضررين وفتح بعض الطرقات وفتح مستشفى خليفه بن زايد. نعم، لكن يعني هل استطعتم حتى الان ايصال اي شيء خصوصا مع تعثر الوضع وإغلاق المجال الجوي؟ يعني هل الملاحة الجوية قادرة على استقبال أي مساعدات عبر إنشاء جسر جوي عاجل؟ طبعا بالنسبة للخبير سقطرى طبعا وصلت إليها مساعدات بعد الإعصار الأول في يوم الثلاثاء الماضي حوالي 20,000 سلة غذاء من مركز الملك سلمان، وكذلك كم تدخل من الهلال الأحمر الإماراتي، وكذلك بوجود مركز إسناد فتح مكاتبها في داخل مدينة سقطرى بتوجيه من خادم الحرمين السيوفين وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية بعملية يعني إعادة البنية التحتية، ومن ضمنها هي طبعا التنبه بالكوارث القادمة. أنا أعتقد أن بالنسبة لحالة سقطرى في الأيام القادمة تكون أكثر من أيام من أمارة السابقة الذي سيتم فيها التدخل بشكل مباشر، وأول ما تفتح الأجواء في الطيران ستتدفق إليها المساعدات سواء كانت طبية أو الإغاثية أو الإيواء. نعم، هل لديكم أي معلومات متى ستفتح أجواء الطيران أو متى سيهدأ الإعصار؟ الأجواء هي احتمال يعني خلال اليوم وبكرة بتفتح الأجواء الموجودة، وعندما تهدأ الرياح بتوصل إليهم السفن. هذا عند الله سبحانه وتعالى، نتمنى أن تنقشع الغمة
وتبدا الامور تمشي طبيعيه، وستتدخل بشكل كبير في جميع المناطق الموجوده، وتفتح واذا فتحت عمليه اتصالات في المناطق الشرقيه التي لم تصل لنا اي معلومات لحد الان من قبلهم، فسوف يتم اغاثتهم وارسال مساعدات اليهم مباشره. يعني هل لديكم اي معلومات حول ابرز الاحتياجات الاغاثيه التي يحتاجها السكان الان؟ هي غالبا في هذه الحالات هي يحتاجون الى فتح المستشفيات وعمليه في عمليه الصحه وعمليه كذلك علاجهم موجودين، ومستشفى خليبه الان مفتوح، كذلك محتاجين لبعض الايواء، فتحت حوالي 11 مركز ايواء للمدارس وبعض المناطق اللي هي بعيده عن الاعصار لايواء بعض الناس المتضررين والنازحين اليها، وطبعا اكثريه الاعصار اللي تم ودمرت بيوتهم التي هي من تراب. وكذلك بالنسبه لمنطقه حليب، واعتقد بدات تهدي الرياح، وعندما تهدي الرياح شيء طبيعي ان ستتم تدخل بشكل مباشر. نحن اللجنه العليا للاغاثه بتوجيهات من دوله رئيس الوزراء ان نوجه نداء عاقل لجميع المنظمات الدوليه والمحليه باسراع الى اغاثه جزيره سقطرى ومن يمسه الاعصار سواء كان في حضرموت او في المهره واي مناطق اخرى. نعم، إذا يعني أتمنى أن يتم الاستماع لهذا النداء العاجل. أستاذ جمال، اسمح لنا سأعود إليك ولكن بعد هذا الفاصل القصير. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب. يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني بحكم تواصلكم مع الجهات الإغاثية وإعلان أيضا سقطرى مدينة منكوبة جراء الإعصار، يعني هل تلقيتم أي استجابة حتى اللحظة وما نوع تلك الاستجابة؟ عيد السؤال. يعني بالتأكيد أطلقتم نداء، يعني بعد إطلاق نداء استغاثة لكون سقطرى مدينة منكوبة، هل تم التواصل مع جهات معنية لإمدادكم ب يعني ما تحتاجونه لإمداد المحافظة؟ هل تلقيتم أي استجابة؟ طبعا، يعني كان اليوم اجتماعنا مع منظمة الأمم المتحدة لأوتشا وجميع المنظمات، سواء كان برنامج غذاء العالمي أو برنامج الصحة العالمية واليونيسف وجميع المنظمات الدولية، أبدأوا استعدادها في بعمل خطة طوارئ بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة والسلطات المحلية في محافظة سقطرى لإيصال المساعدات. إن ستقوم عملية الإرسال المساعدات عن طريق مطار عدن الدولي، وكذلك بلغونا أن سيتم كذلك من أبو ظبي أو الإمارات العربية المتحدة ستأتي إغاثة، إلى جانب مكتب التنسيق الخليجي في الرياض يعني فتح غرفة عمليات وتكثيف عملية اللقاءات المستمرة. لأول ما تهدي العاصفة ستتوجه سرب من الطائرات لإغاثة المتضررين في محافظة سقطرى، ونحن يعني بالتواصل مباشرة مع غرفة العمليات ومع بعض الناس المهتمين بوصال المعلومات وبلاغها للجهات المختصة في محافظة سقطرى، وفي اهتمام مباشر من دولة رئيس الوزراء لمحافظة سقطرى والتواصل مباشرة معهم. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ جمال أن ينضم معنا الدكتور حمزة الشرجبي المتخصص في إدارة الكوارث من نيويورك. مساء الخير دكتور حمزة. مساء النور. أهلا بك معنا دكتور. يعني كمتخصص في إدارة الكوارث، هل حدثتنا عن طبيعة إعصار ماكون الذي تعيشه جزيرة سقطرى؟ الإعصار طبعا التحركات، تحركات الرياح
في المنطقة جديدة وهي نتيجة للتغير المناخ. طبعا هذا ثاني نظام عاصفة أو ثاني نظام ريح حصل في المنتشرة الأسابيع الأخيرة. الإعصار بدأ في المحيط الهادي أو المحيط الهندي عفوا، وسرعته ازدادت بشكل مثير جدا للقلق. الآن تقريبا سرعته حوالي 180 كيلومتر. نعم. وكل لحظة طبعا هذا يتغير. طبعا جزيرة سقطرة كانت هي على الجانب الأيسر أو على الجانب الشرقي، الجانب الغربي للإعصار، وهذا يعني طبعا كان ممكن يكون الوضع أسوأ بكثير مما عليه. الآن مدينة صلالة اللي هي على الجانب الشرقي للإعصار حتتأثر تأثر شديد، لكن لحسن الحظ حرارة الأرض الآن في الجزيرة العربية حتخفف سرعة الرياح. لكن بغض النظر عن الملاحة اللي هي طبعا للأسف تأثرت، المشكلة الحقيقية بالنسبة للأراضي اليمنية مش في الرياح أو سرعة الرياح، لأن الناس ممكن تدخل بيوتها، لكن في الأمطار اللي حتحدث. طبعا هذا الموضوع أنا حذرت منه في الإعصار اللي حدث قبل كذا سنة. الأمطار اللي حتهطل حتسبب انهيارات طينية، ولأنه ما فيش عندنا في البلد مسح علمي للمنطقة وطبيعة التربة وكذا، مش قادرين نتخيل أو مش قادرين يعني نتنبأ بالمناطق اللي هي الأكثر خطورة. طبعا بالنسبة للمناطق اللي هي الوديان هذه يستحسن تجنبها خلال الفترة هذه، لكن في قرى صغيرة يعني تدمرت دمار واسع في الأثار الماضية. نعم. إذن دكتور حمزة، يعني ما هي الطرق المناسبة للتعامل مع مثل هذا الإعصار، خاصة يعني لو أنشئت دراسات قبلية تنبئ بوجود مثل هذا الإعصار وأخذ التدابير اللازمة؟ طبعا للأسف الفشل عندنا في اليمن منهجي، وخصوصا في ظل الوضع العسكري والأمني والسياسي القائم. لكن في الأساس لازم يكون في سياسة عامة لمواجهة والتنبؤ بالطوارئ، بادئ ببدء من المتكفل بإدارة المسائل هذه، من المتكفل بالاستجابة لها، ومن المتكفل بإعادة الإعمار. نحن ننتظر للأسف كل ما يحدث شيء من هذا القبيل، بعدين نروح ندور الأمم المتحدة في نقاط يعني والمنظمات هذه كلها. المنظمات هذه مش شغلها في الأساس أنها تابي تبحث عن الوضع في اليمن إيش شكله، لازم نحن نكون عارفين في الأساس. هذا من جانب. الجانب الآخر عندنا الأعاصير هذه طبعا جديدة، ما كانتش موجودة، ما فيش معانا تاريخ معها إلا خلال العشر سنين 15 سنة الأخيرة. فنحتاج من إحنا يعني نعيد النظر في أين نبني وكيف نبني. طبعا مثلا بالنسبة لهنا الولايات المتحدة، نحن هنا في نيويورك لما يكون في تحرك يعني رياح في منتصف المحيط قبل أربع أيام مما يضرب الأرض، قبل ما يصل على الأرض بأربع أيام، نكون قد جهزنا الماء وجهزنا الأدوية، كل شيء جاهز في حال حدث أي شيء. وطبعا مع كمية الاستعداد هذه كلها أيضا تحصل نفعات. نعم. لكن اسمح لي دكتور حمزة، يعني في ظل للشفقة. في ظل الوضع الحالي، وضع الحرب، وضع الحكومة، يعني وضع الإعصار الذي قد حدث فعليا، ما الذي يمكن عمله؟ خاصة وأن الإغاثة لا تستطيع الوصول الآن إلى سوق قطرة بسبب المجال الجوي، والبحري أيضا الذي يعني متضرر بسبب الإعصار، ولم تهدأ الأجواء بعد. أول بادئ ببدء الأفراد لازم يكونوا مستعدين للصمود حتى تأتي المساعدة.
لازم الأفراد أصحاب البيوت، وهذا طبعا شيء صعب، لكن هذا أنا أقول لك ليش المفروض يحدث. لازم الناس تكون مستعدة، معها في البيت ماء صالح للشرب، معها وقود، معها يعني أشياء من هذا، أدوية للأشخاص الكبار في السن اللي يحتاجوا أدوية السكر، أدوية الضغط، أدوية القلب. هذا المهم. طبعا أول شخص، هو أول شخص يبدأ في الاستجابة للطوارئ هو الجار، لا هي الحكومة ولا الحكومة ولا المنظمات الدولية ولا الحكومة المحلية ولا حد. فالناس لازم تنتبه، أنا والله سين من الناس هذا عايش في منطقة معرضة أكثر، فممكن هو يتحرك من المناطق المعرضة أكثر للغرق أو معرضة للمهارات الطينية إلى يعني يتحرك إلى أماكن أكثر أمانا. طبعا بالنسبة هذا بالنسبة للسقطرة، بالنسبة لليمن، بالنسبة يعني المهرة والحضرموت والمكلا، يا لازم يكون في جمع للمعلومات اللي حصل فيها انهيارات طينية. طبعا حاولنا البحث المرة الماضية لكن ما كانش في نتيجة. المناطق اللي حدث أو اللي حيحدث فيها انهيارات لازم تتسجل علشان الناس ما ترجع لها، لأنه مش منطقي إنه واحد يبني بنية تحتية في منطقة معرضة للانهيارات. نعم. هذا بالنسبة للأفراد، مش فقط بالنسبة للحكومة. الأفراد، أنا كفرد إن أنا أصرف كمية من المال علشان أبني بيت في مجرى السيل أو في تربة معرضة للانهيار. هذا لازم الآن واحد يبدأ يفكر فيه بشكل عميق، يعني في المنطقة هذه قبل ما يبني. أخيرا دكتور حمزة، يعني بحسب متابعتك، هل الساعات القادمة ستشهد هدوء بعد ساعات الإعصار الأولى أم أنها ستستمر كما هي عليه؟ أول ما يصطدم الإعصار بتربة الجزيرة العربية سرعته حتنخفض 60% إلى أن يبدأ يتلاشى، حيتلاحظ مجموعة يعني رياح قد ممكن يعمل هبوب كذا وعواصف رملية وأشياء من هذا القبيل، وهذا شيء هي بالنسبة لسرعة الهواء. أنا مش هذا اللي مقلقني، هذه مش هي المشكلة الأسوأ. المشكلة الأسوأ هو هطول الأمطار، وهطول الأمطار هذا ممكن يعني هو الآن محمل بالغيوم الأحفاد، وحتنزل الأمطار من 48 الساعة القادمة. وارد جدا انه في المناطق الطينيه والمناطق الرمليه حتحدث انهيارات فيها. هذا هو الشيء المقلق الان. لكن بالنسبه لسرعه الرياح، ما هياش اسوء مشكله في هذا الوضع، خصوصا انه احنا في البلد اما نبني بالطين او نبني بالطوب. نعم. هنا في الولايات المتحده يبنوا البيوت من ورق. إذن شكرا جزيلا لك دكتور حمزة الشرجبي المتخصص في إدارة الكوارث، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني بطبيعة الحال نعلم أن الحياة بسيطة جدا في سقطرة، البيوت غالبا طينية كما شاهدنا في بعض الصور، هناك يعني مبنية بأسس بسيطة للغاية وليست على أساس أن هذه الجزيرة يعني مهددة بالأعاصير. بإذن تعالى لما تهدأ الأمور وتقومون بدوركم في مسألة الإغاثة، هل من ضمن مهامكم إعادة إعمار المناطق المتضررة لهؤلاء السكان بما يتناسب مع وضع الجزيرة؟ طبعا زيارة رئيس الوزراء ودولة الإنزول الأخيرة إلى محافظة سقطرة أو خبير سقطرة هي اعتمدت عدة مشاريع لإعادة بنية تحتية وعمل فتح الطرقات وإعادة كذلك الكهرباء والمياه وكل ما تحتاجه سقطرة، وكذلك زيارة السفير السعودي محمد الجابر إلى مدينة سقطرة مع وزير الأشغال العامة معين عبد الملك.
دليل واضح اهتمام الحكومة اليمنية بإرخبية سقطرة وعادة البنية التحتية، وكذلك هم بيخلوا بعين الاعتبار هي عملية الآن هي زي حسن الحظ أن بدأت العملية التنموية في مدينة في إرخبية سقطرة من قبل الحكومة ومن قبل التحالف لإعادتها بشكل كبير وتطويرها، وهذا سيساعد كثير في عملية سرعة الاستجابة بعملية يعني إصلاح ما تم إضراره من هذا الإعصار، وكذلك بإعادة بعض المناطق الموجودة بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والهلال الأحمر الإماراتي، وكذلك بالنسبة للمنظمات الدولية ستقوم بعملية المساعدات الفورية التي أعلن عنها الحكومة اليمنية واللجنة العليا للإغاثة، والاهتمام الكبير من قبل دولة رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا عبد الرقيب فتح بالاتصال مباشرة سواء كان إلى لمعرفة المعلومات عن طريق محافظة سقطرة أو بعض الجهات المهتمة بها بموضوع الإعصار. وأن أتوقع في الفترات القادمة أن ستشهد إرخبيل سقطرة في تحرك كبير بالنسبة للعمل الإنساني والإغاثي، وكذلك للعمل ما تم تدميره من هذا الإعصار. نعم، إذا يعني ما مدى استعداداتكم أستاذ جمال لبدء الإغاثة فورا مجرد أن تهدأ الأمور بسقطرة؟ يعني ما حجم المساعدات التي تم تجهيزها حتى الآن؟ هي قبل الإعصار هي طبعا هي في وصلت 20,000 سلة غذاء من مركز الملك سلمان وكذلك من الهلال الأحمر الإماراتي. طبعا هو بالنسبة للغذاء هو محاجة إلى إعادة ما تم تدميره الآن، وعملية الإيواء وعملية بحث عن المفقودين وعملية الآن التنبؤ في المستقبل بما يتم عمله من أجل عند مواجهة الإعصار في الفترات القادمة. بالنسبة لعملية عملية الإغاثة هي شيء طبيعي إنها بتوصل إليهم، وصلت قبل فترة عدة سرب الطيران عمل بإيصال عمل الإغاثة إلى داخل سقطرة، وإنما الآن ستصل إليهم بعد الإعصار هذا عن طريق كثير من المنظمات التي نحن جلسنا معاهم اليوم إلى مدينة سقطرة، كذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني وبعض الشركاء المحليين في داخل اليمن. هم الآن يقوم بأعمال كبيرة يعني كذلك توزيع البطانيات وتوزيع كذلك بعض الملابس الموجودة للناس اللي موجودين النازحين في المدارس. نعم، إذا أستاذ جمال يعني هذه الاستعدادات التي ستقومون بها هل من ضمنها أيضا، يعني نعلم أن كثير من احتياجات الناس ستقضي في الإعصار من مواشي من منازل من يعني الحياة بسيطة جدا في سقطرة، والإعصارات السابقة يعني تلفت كثير من المزارع وكثير من المواشي للأسف، كيف يمكن تدبر أمر هذه العوائل التي يعني ربما أصيبت مرتين بضرر الفقد أو ضرر تهدم المنازل وأيضا ضرر فقدان مصادر العيش؟ طبعا نحن نحاول قدر المستطاع ان احنا نخفف آلامهم، وكذلك يعني زي ما كلمتك من سابق الفترة الحالية الاهتمام بشكل كبير من قبل الحكومة لمحافظة سقطرة شيء يعني كذلك لدعمها مشاريع موجودة، وشيء طبيعي نحن الآن عندما تنتهي العاصفة وتبدأ تتضح المعلومات أمامنا ويعمل حصر عمل الأضرار اللي تمت موجودة، ما هو الموجود وما هو يمكن يصلح، وسوف تتم عملية إعادة ما تم تدميره بمساعدة الأشقاء وبمساعدة كل من الحكومة اللي هي بشكل أساسي اللي هي رصدت عدة مشاريع موجودة وهي بتقيم في بداية إنجازها، وستنجز مع كثير من المشاريع اللي تهم المواطن بشكل مباشر، عادة الكهرباء وعادة المياه وكذلك فتح الطرقات، الآن بدأت تفتح بعض الطرقات لإيصالها، كذلك علاج بعض الناس اللي هم مرضى في مستشفى خليفة. نشكر من خلالكم الهلال الأحمر الإماراتي اللي يقوم بدور خليفة بن زايد اللي يقوم برضه بدور يعني في عملية إنقاذ بعض الأشخاص الموجودين، كذلك المركز الملك سلمان
وإنما إن شاء الله عندما تبدأ العواصف تهدأ شيء طبيعي أن الآن بتأتي الطيارات إلى عندهم وتأتي الإسعافات إليهم بشكل كبير جدا، يعني بشكل اللي لا يستطيع أي حد يعني يزايد على الحكومة ويزايد على الأشقاء في المملكة العربية السعودية بأنها تقوم بالعمل لإنقاذ شعوبها ومن الكوارث الطبيعية إن شاء الله. نعم، إذن نسأل الله السلامة لإخوتنا في سقطرى وللجزيرة أيضا. شكرا جزيلا لك أستاذ جمال بالفقيه منسق لجنة الإغاثة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.